السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذي الأعزاء، مرحبا بكم في درس جديد من سلسلة دروس عن بعد في مادة اللغة العربية مكون التعبير الكتابي، الأسبوع الثاني من الوحدة السادسة، المستوى الثالث. لنبدأ على بركة الله. درسنا تحت عنوان رحلتنا إلى مدينة مغربية، وقد تعرفنا في الحصة السابقة على المدينة المغربية التي قمنا بزيارتها، وهي كانت مدينة ماذا؟ نعم أحسنت، مدينة فاس. نعم، الآن سنتذكر الموضوع وهو حلت عطلة الربيع، فأخذنا أبي في رحلة ممتعة إلى مدينة مغربية جميلة. حلت عطلة الربيع بمعنى حان وقت عطلة الربيع، فأخذنا أبي في رحلة ممتعة جميلة إلى مدينة مغربية جميلة من مدننا المغربية. نعم، أعد مسودتي. سؤال الأول، أكمل شفهيا الفقرات الآتية اعتمادا على الخطاطة التي عددتها. سأبدأ القراءة، انتبهوا جيدا. صفحة 205، حلت عطلة الربيع أو الصيف، ستختارون ما تريدون، إما عطلة الربيع أو عطلة الصيف، كل واحد حسب اختياره. وحان موعد، إما موعد السفر أو نقول موعد الرحلة أو موعد الرحيل. نعم، كل واحد وما يشاء. فركبنا ماذا؟ نعم، إما الناقلة، وكل ما ينقل المسافرين، السيارة، القطار، إلى غير ذلك. وتوجهنا إلى مدينة، إما مدينة مراكش، طنجة، وجدة، الداخلة. ستختارون مدينة مغربية تحبونها وتحاولون ملء هذه الفراغات على حسب اختياركم. بعد ساعات، إذن هنا سنحدد الزمان، وقت قصير، قطع مسافة طويلة، لا غير ذلك. وصلنا، هنا سنحدد المكان، وصلنا إلى المدينة، محطة القطار، المحطة الطرقية، ستختارون ما شئتم. يا لروعة هذه المدينة، إذن الآن ستبينون جمال هذه المدينة. عمارات شاهقة بمعنى عمارات ضخمة وعالية، ساحات واسعة، فنادق فخمة إلى غير ذلك، وما رأيت مثلها، بمعنى لم أشاهد مثل هذه المناظر. ذهبنا لزيارة ماذا؟ متحف، قصر، مسجد، ساحة. إذن لكم الاختيار، بمعنى الأماكن التي قمتم بزيارتها. وجدنا المكان يعج، إذن ذلك المكان الذي ذهبتم إليه يعج بمن؟ بالباعة، بمعنى الذين يقومون ببيع الأشياء التقليدية، بالسياح، بمعنى السياح الذين يزورون المكان أو المدينة، بالزوار إلى غير ذلك. وهم دخلنا السوق ولم نقاوم رائحة الأطعمة الشهية. عندما دخلتم من ذلك السوق شممتم رائحة الأطعمة الشهية ولم تستطيعوا مقاومتها، يمكن أن نختار أكلة مفضلة، إما السمك الطري أو الكسكس أو غير ذلك، بمعنى الشيء الذي تمتاز به تلك المدينة.
التي تخترق، لأن تخترق بمعنى تد خلو ماذا. فتناولنا وجبة كسكسا كبابا إلى غير ذلك. ستختارون تلك الوجبة، تقومون بتسميتها في أحد المطاعم التقليدية، لأن يوجد في تلك المنطقة مطاعم تقليدية. نعم. أثناء تنزهنا اشترينا بعض التذكارات، الهدايا، المصنوعات التقليدية التي تتميز بها تلك المنطقة. سنذكر ما هي. وقفلنا عائدين، بمعنى سنعود إلى مدينتنا. قلت لأبي وأمي ونحن راجعون ما أروع ما أجمل. إذا سنختار كلمة من هاتين الكلمتين وسأصف بها هذه المدينة المغربية التي زرتها. أحسنتم. إذا يجب عليكم أن تملأوا الفراغات باختيار كلمات من هذه الكلمات الموجودة بين قوسين. ثم ننتقل إلى السؤال الثاني. انتبهوا إلى أدوات الرفض وعلامات الترقيم، بمعنى لا يجب علينا أن ننسى علامات الترقيم وكذلك أدوات الرفض. ثالثا، أحرر مسودتي، بمعنى سأحرر مسودتي تحريرا سليما دون أخطاء. أحسنتم لإصغائكم الجيد.